اتقططوا علينا. انت فاكر نفسك مين بتاع اللجنه الاولمبيه؟ انت عملت ايه لمصر؟ انت عملت سفر وتتفسع على حساب البلد. انا عضو مجلس اداره من سنه 92 واشتراك بيه رئيس لجنه انديه ثلاث دورات، عمري ما سافرت على حساب بلدي مره. مره واحده. عمري ما تربحت، انا بسميه تربح. حتى انت يا لعبس بتتنطط انت كمان. مع احترامي لعيلتك، عيله محترمه وعيله فوق دماغنا واصحابي من زمان، وفتح دابس كان بيذاكر معايا لما كنا طلبه في الكليه وذاكر في بيتهم. في عم يحيى مدفوق، فوق لنفسك شويه. عايز راجل فيكم، راجل فيكم، راجل فيكم. خلاص يقول انا راجل. تمام؟ وعايز اطلع مع مرتضى منصور في مناظره في اي برنامج. خطيب اسطوره لم ولا انت متقدر. هو الخطيب ده كان حدوته. يا محمود يا خطيب، انت عارف مين اللي هيجي على الخرنجه؟ هو ده ميمي العجله يا محمود؟ يقول لك يا خطيب قول الحق انت ولا لا؟ لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي. ودي احداد على امك عشان ما عرفتش تربيك وطلعت اخواني. ممكن اجيب امك انت لا؟ بحذرك يا محمود. استاذ حسن، يا دكتور حسن، منتهى الادب والاحترام، ابعد عن مشكله نادي الزمالك. تمام. ليه بقى؟ دي مالهاش علاقه بالمحكمه الرياضيه واللجنه الاولمبيه الدوليه. تمام؟ دي جمعيه عموميه، وبعدين احنا مش بنفخم ونضخم والجمعيات العموميه زي ما القانون قال. جه 20,000 قال انا موافق على اللائحه. مالكش عندي حاجه. ان اللجنه الاولمبيه اللي عندها مخالفات بالملايين وما دفعتش ضرايبها، لا تركز في المشكله هي. واخد بالك؟ وانا عايز اسال سؤال. هو في عضو مجلس اداره في نادي او رئيس نادي عضو في اللجنه الاولمبيه؟ لا، الاتحادات هي الاعضاء. خلاص حضرتك منك الاتحادات. وعشان كده القانون واضح. ادي عشان الحطب انت والخطيب كشفت النهارده في جمعيه عموميه وهميه بقالكم شهر بتحيقوا الناس كلها. من جمعيات تاريخيه، دستور النادي الاهلي، ده دستور مصر، ده دستور 23. خلاص بعت محمد دمرداش العقاري، محمد دمرداش العقاري الشيعي اللي كان مستشار صلاح عبد المسعود الاخوان جاي مرسي. ها؟ محمد، انت خدت اذن من مجلس الدوله عشان تروح تشرف؟ بس محمد خدت اذن؟ وبعدين سياده المستشاره الجديده رئيس نادي الادبيه، ثم حضرتك ازاي الساده المستشارين يسيبوا اللجان كده ويروحوا ياكلوا؟ يعني ازاي؟ في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره في من أي حالة من حالات الخروج على القيم والأخلاقيات الرياضية التي قررتها مبادئ الحركة الأولمبية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك، وآخرها إيقافه بصفته رئيسا لنادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية. رابعا، قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية الموافقة على توجيه خطاب إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما ارتكبه من جرائم سب وقذف، طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة على رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر. خامسا وأخيرا، قررت اللجنة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية الموافقة على تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر لمقابلة السيد المستشار النائب العام الموقر لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك والمخاطبة معالي الدكتور رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون.